السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الحلوه زوينه بزاف، كتجي المذاق ديالها زوين، فيها شويه ديال اللوز وفيها القشور ديال الحامض، غادي تعجبكم ان شاء الله. هنا في المكونات كما شفتوا عندي واحد البيضه وحده، عندي مبشور ديال الحامض، غادي نحتاج 80 غرام ديال السكر سنيده، غنحتاج 100 غرام ديال الدقيق الابيض يعني كاس ديال العنبه، 80 غرام ديال بودره اللوز، و 80 غرام ديال الزبده اللي كتكونوا مذوبينها من قبل. اول حاجه غادي ندير السكر مع البيض ومبشور ديال الحامض. هاد الحلوه ساهله وزوينه بزاف، لذيذه يعني كتعجب الصغير والكبير، بزاف الاخوات كيبغيوها كوصفات فيهم شويه اللوز. هنا غنضيف 80 غرام ديال الزبده دايبه وتكون بارده. هنا ضفت 80 غرام ديال بودرة اللوز، كتباع جاهزة. هنا ضفت تقريبا 4 غرام ديال خميرة الحلويات او 3 غرام ونص خمارة، والدقيق غنبدا نضيف شوية بشوية. بالنسبه للدقيق عبرت 100 غرام يعني كاس ديال العنبه، وغادي نبدا نخدم حتى كيدخل الدقيق مزيان مع هاد المكونات. هي راه كتبقى كتلصق يعني ما كتجيش هكا عجينه. هانتوما شفتوا البنات من بعد ما دخلت الدقيق، هانتوما راه كتبقى كتلصق، يخدموا داك الدقيق مزيان مع المكونات. غادي ناخذ البنات هاد القوالب هادو الصغار، وغادي نبدا نهز قياس واحد من هاد العجين هذا. وكنبداو نقادو هكا بيدي، ما تعمروهش حتى للفوق لانه فيه الخميره غادي يزيد يتنفخ. واصلا غندير فيه واحد العمارة هكا في الوجه ديالو بحال هكدا. غناخد واحد الكمية، راه كتكور هي كتبقى كتلصق، وكتوضعوها هكا في القوالب. انا القوالب راني داهنهم شوية زبدة ورشاهم بالدقيق، الا عندكم السيليكون يكون حسن. بهاد الشكل هذا، وكنوضعهم من بعد غادي نسرحهم مزيان باش ياخدوا ليا لافوق ندير هاد الليمون، وفي نفس الوقت كنخلي واحد الاسباس فين غادي ندير لي زاموند ايفيلي فوق منهم. بالنسبه للتزيين ديال هذه الحلوه هذه، غادي ناخذ معلقه صغيره ديال الزبده، ومنه الزبده اللي استعملت في هاد لاباط هذه، وهاد الزبده اللي غادي نزين بها بجوج بهم درت زبده حيوانيه باش تجي المذاق ديال الحلوه زوين. بالنسبه للزبده ديال العلب ما كنفضلهاش، فغير 80 غرام ديال الزبده، حاولوا ديروا الزبده تكون ممتازه باش يكون المذاق ديال الحلوه زوين. هنا كما شفتوا هنا غناخذ واحد 3 معالق او جوج كبار ديال اللوز ايفيلي، معلقه صغيره ديال الزبده، ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده، غادي نخلطهم مزيان وغنوضعهم كطبقه في الوجه ديال هاد الحلوات. هانتوما البنات خديت واحد الطبسيط شويه كبير باش غادي نلبس هاد اللوز مزيان بهاد الزبده والسكر. الزبده تكون خارجه شويه من الثلاجه،
بلا ما تذوبوها. هانتوما البنات انا لبست مزيان هاد اللوز بديك الزبيده، غير شويه الزبده ما تكثروش، ومعلقه ديال السكر. دابا كنسخن الفران على 180 درجه من التحت حتى كيسخن مزيان، وغادي ندخلو هاد الحليوات هادو. ملي تشوفوهم طيه يعني بدا الجناب ديالهم كيبان لكم كيتحمروا، غتشعلوا عليهم الفوق شي شويه غير باش يذهب داك اللوز، وكطفيو عليهم. غادي نطيبهم ان شاء الله ونرجع معكم. هنا من بعد ما طابوا البنات ضروري ما تحمروهمش بزاف باش ما يتحرقش ليهم داك السكر اللي كيكون في اللوز من الفوق، فغنخليهم يدفاو شويه ونديمو ليهم ونشوفكم ان شاء الله في الشكل النهائي. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي زوينه بزاف، لذيذه، سهله. الا عندكم لي مول سيليكون خدموها فيها، يعني الا كان شي سيليكون اللي عندكم مزيان، ما كانش عندكم وعندكم هكا غير قوالب كدهنوهم وترشوهم بالدقيق وتدهنوهم بالزبده وترشوهم بالدقيق وكتوضعوا فيهم الخليط ديالكم باش ما يلصق لكمش، حيت هي واخا فيها الزبده مع العجين تيكون شويه كيتلصق، فلما دهنتوش راه تقدر تلصق لكم. بالنسبه الا بغيتو ديروها كبيره تقدروا تضعفوا المكونات وكتوضعوها في دوك القوالب ديال لي طارت اللي كيكونوا كبار، وكديروا نفس يعني هاد المكونات اللي عطيتكم ضربوهم في جوج، يعني جوج بيضات 160 غرام لوز، المسائل الاخرى كلها كدوبلوها حتى هي كتجي واحد لاطارت اللي كتجي هكا كبيره وكتجي زوينه. بغيتو تقدموها هكا بحال حليوه غديروهم صغار. المهم انا وريتكم اليوم الشكل ديالها صغير، ولا بغيتو نتوما تضعفوا المكونات ضعفوهم. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، نقسم معكم شي حبه. ما شفتو البنات هذا الشكل ديالها من الداخل، كتجي مرمله ولذيذه بزاف، خاصه الا درتو فيها النكهه هكا ديال الحامض، يعني مبشور ديال الحامض، كتجي حسن من الفاني. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، نشوفكم فيديو جديده، بسلام عليكم.